بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المتروج ضد النادي الاهلي. لكن بعد اذن حضرتك، صل على الحبيب، لايك للفيديو، تعالى سريعا نروح لاول فقره معانا. ما اعرفش لحد امتى هيفضل التدليس والكذب عيني عينك في مباريات الدوري المصري الممتاز. عندنا جماعه نادي طليع الجيش، الاهلي لعبه مرتين في 10 ايام، يخرج علينا المحللين والبرامج الرياضيه، اصل عامر حسين معامل الجدول مظبطه على النادي الاهلي وجايب له الفرق السهله عشان يكسبها النادي الاهلي. هوب طليع الجيش يلعب الزمالك النهارده، يروق الزمالك، حط على الزمالك حطه وحشه قوي بلغه الكوره. الزمالك كان شكله وحش قوي، فريق طليع الجيش بيجيب اجوان بكل طريقه وكل على كل لون يا باتيستا، وعلى كل شكل وكل لون، بالكعب ماشي، بالرجل ماشي، ضربات جزاء ماشي. طليع الجيش النهارده كان ممكن الرقم يوصل لسته، 6-1، بيبو وتشير، بيبو وجو، لكن لا، اصل طليع الجيش فريق قوي واحنا اللي بنلعب بالناشئين. مين اللي بيلعب بالناشئين؟ مين اللي بيلعب بالناشئين يا جماعه؟ ما كفايه تدليس الراجل معلق المباراه، معرفش جايبينه منين. يعني انا لو جايب نبطشي من فرح من الافراح مش هيطبل كده. عارفين النبطشي اللي في الافراح بتاع النقطه اللي بيلم نقطه؟ احلى سلام وتحيه لفلان الفلاني، احلى سلام وتحيه. الزمالك خسران، اصل الزمالك مش متعود يلعب الظهر، اصل الزمالك بيلعب بالناشئين، وعبد الحميد بسيوني استغل ان الزمالك بيلعب بالناشئين. ناشئين مين؟ هو مصطفى الزناري ناشئ، رؤى ناشئ، سيد نيمار ناشئ، شيكابالا ناشئ، سامسون اكينيولا ناشئ. يا جماعه كفايه تدليس بقى، كفايه كدب بقى، شكلكم بقى مقرف. عايز تطبطب وتدلع في نادي الزمالك، طبطب ودلع. عايز يعني تعمل اللي انت عايزه اعمله، لكن ما تصورليش صوره غير اللي انا شايفها. الاخ ايمن يونس اللي الناس بتلقبه على انه فيلسوف، فيلسوف ازاي وانا مش فاهم والله فيلسوف ازاي؟ قال لك انبي بالناشئين بيستعرض امام نجوم الاهلي، انبي بالناشئين بيستعرض امام نجوم النادي الاهلي. الاهلي اللي بيلعب باكتر من نص الفرقه شباب، والخمس تغييرات اللي نزلت شباب، يعني الاهلي النهارده في المباراه لعب ب 11 12 لاعب من الناشئين. ومع هذا ايمن يونس شايف ان دول نجوم النادي الاهلي والاهلي بيلعب بالكبار. لكن انبي هو اللي بيلعب بالناشئين. احمد امين اوفا ناشئ. احمد امين اوفا ناشئ. رفيق كبو اللي عنده حاجة و30 سنة ناشئ. نادر حواش اللي عنده 24 سنة 25 سنة ناشئ. العجوز ناشئ، كلهم ناشئين، لكن لعيبة الأهلي هم اللي نجوم، هم اللي كبار في السن. يا جماعة احترموا عقل المشاهد. يا قناة أون، هي دي المعايير والمهنية اللي أنتوا بتطالبوا بيها؟ إن الناس تكذب على الناس، ان الناس تشتغل الناس، ان الناس توري للناس صوره غير اللي هم شايفينها اساسا؟ حاجه غريبه ومريبه. نادي بيراميدز كان في نفس التوقيت مباراه الاهلي وانبي، كان في مباراه لبيراميدز امام نادي الداخليه. في واقعتين عايز اتكلم عنهم في مباراه بيراميدز والداخليه. اولا رسميا، رسمي فهمي نظمي الفدائي وسام ابو علي يكتب التاريخ. يا كاتب التاريخ استنى دقيقتين، وسام ابو علي جاي يكتب حاجه. وسام ابو علي يدخل تاريخ الكره المصريه من اوسع ابوابها. اول لاعب ينضم في الانتقالات الشتويه للدوري ويفوز بلقب الدوري ب 18 هدف. 18 هدف في 19 مباراة. 18 هدف في 19 مباراة. المنافس بتاعه
فيستون كالالا مايلي ولا مايلي 17 هدف من 34 مباراة. لو عملنا نسبة وتناسب وسام أبو علي هدف في كل مباراة تقريبا، فيستون مايلي نص هدف في كل مباراة. النهاردة بيراميدز كل الفرقة النهاردة والإدارة النهاردة من صغيرهم لكبيرهم عايزين فيستون مايلي ياخد الهداف بأي حال من الأحوال، كانوا عايزين فيستون مايلي ياخد الهداف لأن دي حاجة هتكبرهم، الجامبو يكبرك، يبقى حاجة تميزت بيها على النادي الأهلي وخطفت لقب الهداف من النادي الأهلي في آخر اللحظات. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن ممدوح عيد. النهارده فيستون مايلي ضيع اهداف ما تضيعش. فيستون مايلي النهارده الكره اللي جت جون النهارده مروان حمدي كان ممكن يبصيها لفيستون، كان هو في سقف الجون وحطها لوحده وكان تعادل مع وسام ابو علي، لكن مروان حب نفسه اكتر من فيستون مايلي وحط هو الجول لوحده وهدف الفوز لنادي بيراميدز. كم الحسرة والحزن والانفعال والانهيار النفسي بعد ما احرز مروان الهدف. يعني انا كنت اولى، يعني حتى الواد لما راح يسلم على مروان حمدي اترمى في حضنه يعيط زعلان، اما كنت انا اولى ادهاني اجيب الهداف وابقى هداف الدوري مع وسام ابو علي. الراجل الموقف الثاني بقى واللقطة الغريبة جدا، يوريتشيتش كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عمل حاجة غريبة، لقطة مستفزة. انت راح تشطر على الداخلية يا ابني. لما جاب نادي الداخلية الجون في الدقيقة بلس 90 مدرب بيراميدز راح يحتفل ويستفز في الجهاز الفني لنادي الداخلية. انت بتحتفل بيه يا اونكل يوريتشيتش؟ انت بتحتفل بفوز في الدقيقه 90 على فرقه هبطت اصلا؟ هو ده العقليه بتاعه البطوله في بيراميدز؟ هي دي الروح الرياضيه اللي بيطالبوا بيها؟ ان انت لما تكسب تروح تستفز الجهاز الفني للفرقه المنافسه؟ عقليه غريبه، عقليه مريبه. لكن الحمد لله يا جماعه، الحمد لله ان وسام ابو علي توج بلقب الهداف. المنافس الثاني اللي لسه ما خلصش ماتشاته هو حسام اشرف. حسام اشرف عنده 14 هدف، ابن الزمالك البعر. الماتش الاخير البلديه والزمالك، السؤال هل يا ترى يا هل ترى ممكن الزمالك يفوت 4 تجوان لحسام اشرف عشان يتساوى مع وسام ابو علي؟ لا طبعا ما توقعش. هو ممكن يسيبه جول لكن تفويت 4 تجوان والزمالك يخسر فرق 4 ولا فرق 2 ولا فرق 3، هي خلاص ظاطت، هي خلاص ظاطت. يعني الداخليه طالع الجيش تكسبهم وترنهم 3 ويجي بلديه المحله ترنهم 4، يا جماعه هو الاهلي الزمالك ملوش اهل يسال عليهم ولا ايه؟ لا يا جماعة ما ينفعش. عشان كده بقولك إكلينيكيا وقبل أسبوع وقبل جولة أخيرة وسام أبو علي هدافا للدوري المصري الممتاز. نادي الأهلي في طريقه إلى صفقة تقلب الموازين، صفقة جناح أجنبي هيكون مفيد جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيخلص في واحد من اثنين، اللي هيخلص هيجيب الاول وده اللي رقم واحد في القايمه، جوناثان اوكيتا لاعب اف سي زيورخ السويسري، لعيب ارقامه بتتكلم عنه. اللاعب الثاني صديق ايجولا، وهناك منافسة وصراع ثلاثي شرس بين الأهلي
وإف سي بيراميدز ونادي الزمالك، لكن الأولوية للنادي الأهلي لأن دي رغبة اللاعب. أنا غاوي صديقي جولة أهلاوي، راجل أبلغ رغبته لإدارة سيراميكا إن لو في ثلاث عروض أو أي عرض أنا أهلاوي وأفضل الانتقال للنادي الأهلي، لكن الأهلي بيفضل حاليا صفقة جوناثان أوكيتا، لو ما خلصش يبقى رقم اثنين صديق إيجولا بقرار وفرمان من المدير الفني مستر مارسيل كولر. النادي الأهلي يا جماعة ما تفوتش مع أشرف بن شرقي، قلت لكم قبل كده أي حد يطلع يقول لك بن شرقي قول له أنت كذاب، واللي بيدخل النادي الأهلي في ملف بن شرقي واحد من اتنين، إما إن واحد عايز يزق ويسخن الزمالك أكتر وأكتر ويدفع الزمالك دم قلبه في أشرف بن شرقي، أو إن اللي بيتكلم وبيحشر اسم الزمالك الأهلي بجملة مفيدة عايز لما الزمالك يطلع يعلن إنه جاب بن شرقي أو بيراميدز يطلع يعلن إنه جاب بن شرقي يطلع يقول لك أنا خدت الصفقة من فم الأسد، أنا خدت الصفقة من بق الأسد. لا يا باشا، مفيش لا بق ولا فم. الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي، اللي عايز أشرف بن شرقي حلال عليه وفوق بورصة، لكن ما تحطش الأهلي في جملة مفيدة، ما تحطش الأهلي في جملة مفيدة. طارق السيد لاعب الزمالك السابق واللي بيطلع ضيف ومحلل في قنوات أون، اللي بتطالب بانضباط الإعلام وضبط المعايير والفوضى والمهنية الإعلامية، طالع على صفحته يقول إن الأهلي خايف من انتقال أشرف بن شرقي للزمالك، وهو اللي عمال يضرب أسفين ويردد اسم بن شرقي عشان اللاعب ما يروحش الزمالك. طب أنا عايز أسأل سؤال معلش، يعني إذا كان اللي بيتكلم لمؤاخذة فاللي بيستمع لازم يكون عاقل، هو بن شرقي لعب كام سنة في نادي الزمالك؟ رد عليا، لعب 3 سنين. في ال3 سنين عمل ايه مع نادي الزمالك؟ في كل سنة كان الزمالك بيطلع حصالة على يد أشرف بن شرقي، الزمالك خسر الدوري مرتين بفارق أكتر من 20 نقطة في وجود أشرف بن شرقي، الزمالك كان بيطلع حصالة أفريقيا في وجود أشرف بن شرقي، الأهلي فاز على الزمالك بالقاضية ممكن في وجود أشرف بن شرقي. أنا أخاف من بن شرقي ليه؟ ما أنا لو عايز بن شرقي هشاور له كده، هقول له تعالى يا ولد وقع، والأهلي لديه القدرة المالية إنه يدفع الراتب اللي عايزه أشرف بن شرقي، لكن الأهلي مش في دماغه. لكن لازم نحط الأهلي في جملة مفيدة، ما أنا قلت لك في ناس متعقدة من اسم الأهلي، لازم أحشر اسم الأهلي في جملة مفيدة عشان أريح النقص النفسي اللي عندي، عشان أحل العقد بتاعتي لازم أحط اسم الأهلي في جملة مفيدة. حضرتك سقط، أصل الأهلي كان هو اللي بيقطع الكهرباء وما بيخلكش تذاكر. حضرتك فاشل في شغلك، أصل الأهلي لسه. حضرتك ساقط في حياتك وفاشل في حياتك، يعني السبب. ففي ناس عندهم مشاكل نفسية، فأحشر اسم النادي الأهلي، أحشر اسم النادي الأهلي. لما تروح بلد بيعبدوا فيها العجل، حش ورميله. كده الناس مش فاهمة حاجة، كده الناس مش فاهمة حاجة، مش عايز اقول ان هم زي البهايم، حش ورميله. الناس بتصدق اي حاجه بيتقال لها. الاهلي هو اللي دخل يا جماعه في صفقه اشرف بن شرقي، وهو اللي مبوظ صفقه اشرف بن شرقي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايه. استنى كل اراءكم موجوده على هاتف المفيد. شكرا.